الكاتب السياسي أمين أموري، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذ مساء النور. أمين. يمكن من أهم المواضيع اليوم اللي رح تأثر على حياتنا، على يومياتنا أيضا كلبنانيين، التغيير اللي طرأ على العلاقة الإيرانية مع المجتمع الدولي. كنت سألت قبل ضيوفي أستاذ نوفل وأستاذ محفوظ، بتشوف بالحراك الداخلي اللبناني أنه في إعادة تموضع أو تغيير ما مبني على هذه التغييرات الخارجية الإقليمية والدولية، أم مجرد بس هيك تموضعات لبنانية داخلية عن جد ما حدا باله فينا وكل واحد عم بيلعب بالوقت الضايع؟ يعني بالساحة واضح أنه في صراع قوي تحديدا بين السعودية وبين إيران. في أربع ساحات بشكل أساسي بتركز فيها هذا الصراع. الساحة العراقية اللي هي ساحة كتير صعبة وهي خط تماس، محل ما بيلتقوا فيه عمليا بمواجهة. يعني في الساحة اليمنية اللي السعودية ما بتقبل فيها ولا تنازل، وبالنسبة لها هذه الساحة محسومة. وفي الساحة السورية اللي بقدم فيها تنازل بيعتبر خسران بكل المطارح. بالنسبة لإيران هذه قصة مهمة لأنه بينكسر رأس جسرة فيه، وبالنسبة للسعودية المعاني العربية وما إلى ذلك. في الساحة الرابعة اللي بعتقد هي ممكن تكون صندوق البريد تيوصلوا فيها رسائل حسن النية. فإذا كان في حسن نية حقيقي بين الطرفين، وإذا كانوا ناويين فعلا عن جد يهدوها بين بعضهم، بعتقد الساحة اللبنانية أفضل مكان وأفضل صندوق بريد تتبعتي فيه هذه الرسائل. لأنه نفح بضوء التفاؤل هي. لا لا ما عم بحكي بالتفاؤل. إذا لا إذا حسن النوايا تترجم بلبنان يعني بطلنا الساحة والملعب. عال إذا قدرنا زبطناها بلبنان يعني معناتها قادرين نزبطها في أماكن أخرى، ولأنه أسهل اللي بيقدم فيه تنازل ما بينكسر. يعني منا اليمن اللي بتخسر فيه السعودية كل شيء، من سوريا اللي بتخسر في إيران كل شيء، فبالتالي إذا كان في نية صحيحة وحقيقية بهذا المجال ممكن تكون البداية في لبنان في ضوء كيف يكون شكل التسوية في لبنان بنحاول ننقله للمحلات الثانية. وعلى كل الأحوال هلأ كم يوم بعد في محطة أساسية بهذا الموضوع، يعني الرئيس الإيراني روحاني رايح على فرنسا، وفرنسا معنية بالملف اللبناني وممكن تحكي باسم السعودية بمحبة، يعني أنه تلطف فيها وياه الأجواء. إذا كان فعلا في نيات حقيقية للتهدئة بلبنان، بعتقد أول إشاراتها وأول معالمها رئيس الجمهورية بيطلع بباريس إشارة. مع العلم أنه كلياتنا نعرف أنه الملف اللبناني ملف مش بس لأنه في رئيس جمهورية، صرنا كلياتنا نحكي عن الصفقة الشاملة اللي صارت معقدة ومشبكة، لكن هذا ما بيلغي ابدا انه اذا كان في نية حسنة ممكن تظهر اول بوادرها في هذا المحل. وانا بعتقد الايراني بهذه اللحظة اليوم سمعنا تصريح للخامنئي بيعتذر فيه او بيرفض فيه حرق السفارة وبيعتبره عمل مشين، وبالتالي بزيارة روحاني لفرنسا ببين فعلا حسن النية اذا كنا ناويين نكمل بهالموضوع ابدا، مع الاخذ بالاعتبار انه هالقد الملفات ساخنه، مع هالقد الاوضاع صعبه، وهالقد التحديات كبيره. فبدون ما اكون كثير متفائل، لكن باعتقادي اذا في شيء ايجابي اول اشاراته قد تصدر من باريس مش من محل ثاني. على كل حال الفرنسي كان اول شخص فتح هذا الموضوع مع الايراني، وانحكى اكثر من مره عن محاولات فرنسيه اعتبر البعض انها جديه جدا بالوصول الى تسويه، وتسويه سليمان فرنجيه يقال انها جزء من هذه التسويه. بتعتقد انه في امكانيه اليوم بانه فعلا مثل ما عم بتقول هذه الزياره ان تسمي رئيس جمهوريه بعدين، او عم بتقول لي اشاره فقط يعني الشغله طبخه على النار ام بعدها بعيده؟ لانه بعتقد لانه نحن كلنا صرنا صعبوها كثير الشباب عنا، يعني انه صرنا مش رئيس جمهوريه، صرنا رئيس جمهوريه ورئيس وزراء وحكومه وقانون انتخاب فبالتالي حتى هذه تفاصيل هذه المواضيع يعني بس لما يجي كلمه السر، لما يجي القرار الخارجي حتما. بس كنت عم تساليني ضمنا اذا معناتها سليمان فرنجية او جنرال عون. لاحظ اليوم المواقف، في موقف كان مثير جدا هو موقف القطري هذا الترحيب. هلا ما بعرف اذا ما بينم عن عدم وفاق هذه الفتره مع السعوديه، ما عم قلي يمكن كمان بقدر ما تكون اشاره ايجابيه لمصلحه عون، بقدر ما يكون اشاره لانه في تسابق على مكون مين بيمثله. يعني في ولانه في معلومات بتقول انه السعوديه ابلغت فرنسا انه منا ماشي بالعماد، مش فمشان هيك عم اقول يمكن في تسابق على الساحه السنيه انه من يكون الرعايه. يعني والدليل الموقف القطري يعني بيعاند قريب للتركي كمان ومجانا يعني، فانه نحن بهالمحال ممكن نكون عم نفكر بشيء ثاني. لكن طبعا يعني بعد بكير لو واحد يحسم بهذا. طيب في بعد مؤشر ممكن يكون كلام دبلوماسي بس انه انا اي شيء بتقرب ايجابي مش ممكن نحكي. طب مش لما نروح لبعيد ونقول انه بده يسكر
الساحة محل حدا تاني يعني. بالإطار الدبلوماسي ومعروف يعني الكلام عن هذا المرشح بالتحديد وكل ما طلع، يعني ما في نحط بالإطار الدبلوماسي بولا شكل من الأشكال، ومش أمين أموري ممكن يعني يقدر يبلعها هيدا. بس على كل حال كمان في موقف لافت، تريس حزب الله حتى الساعة، إذا بتتابع الإعلام شوي بتشوف إنه ما في في ضعضعة، ما في موقف واضح، في انتظار، في حتى يعني هيك كان في طرح أو تلميح لاحتمال إنه المرشحين يكونوا بجلسة واحدة، وهيدي يعني كان في محاولة تصويرها كأنه شيء جيد لقوى 8 أذار، مع أنه لا بتفرجي أنه ضعضعة 14 أذار أسوأ بعد 8 أذار، ينزلوا اثنين من نفس الطرف يتنافسوا. حزب الله عنده أول شيء عنده موضوع سمير فرنجي وجنرال عون، يعني هذه بحد ذاتها. موضوع الثاني في موضوع الرئيس نبيه بري، كمان الرئيس نبيه بري حيثية كبيرة في البلد ويجب أخذها في الاعتبار، وإذا لم يكن الرئيس بري مع خيار عون بعتقد كلياتنا بنعرف كيف يمكن أن تكون نتائج التصويت. يعني في شيء له علاقة بهالموضوع أول، بس في إجماع أنه حزب الله في إيمون على الشخصين، يعني ما حدا بيقتل مستقبله السياسي تما يجيب ميشيل عون رئيس، مش بالضرورة. إذا في اعتبارات نسائية كيانية شيء من هذا القبيل ممكن الرئيس بري يتصرف، حزب الله ممكن ما يمون على الرئيس إلا بري. إذا في حسم نهائي أنه هذا الشخص نحن نريده، إذا في ضوء أخضر أنه هذا الشخص نحن نريده، أنا بعتقد تمشي. بعدين الإحراج الثاني، أنت اللي كنت عم تحكي دايما بالتفقة الشاملة والتسوية الشاملة، طب بكرة تيار المستقبل إذا قال أنا كمان بكون توافقي وبدكن يعني شارك بهذا التوافق، أنا كمان عندي تسوية شاملة وصفقة شاملة، فإذا ما أنا كمان أخذت حقوقي بموضوع رئاسة الحكومة وموضوع الوزير بطرس حرب سأل اليوم على أي أساس وأي مبادئ لنعرف شو بدنا نعمل. طبعا فهذا سؤال مشروع على الأساس. فبالنسبة لحزب الله حتما بيصير محرج، يعني حتى أنه أنا بدي أنزل على الانتخابات ومنهم محسومين هدول المواضيع، طب نزلنا على الانتخابات وصارت الانتخابات وفاز الرجل إن كان الذي يعنينا أو الذي لا يعنينا، ماذا نفعل بالمسائل الثانية؟ بمسح كل اللي قلته بالأول ولا شو بعمل؟ طيب بعد عندي سؤال متعلق بالجزء اللبناني، البعض بيشوف انه هيدي رئاسة لبنان هي ورقة بيد ايران وورقة مهمة جدا، اليوم بيعها بالفاتيكان وبفرنسا وبالعالم كله، الرئيس المسيحي الاخير في الشرق، المطرح اللي البابا يعني جان بول دو سماه رسالة، وهذا المكان الشاعري اذا بدك، اذا تبقى من شاعرية يعني مع النفاية. واكثر من هيك انه الزعيمين الابرزين ب 14 اذار حسموا انه كانت سباقهم على من ناتي بابرز زعيمين مسيحيين في 8 اذار، وبالسياسة بلغة اللبنانيين انه 8 اذار هي القريبة من ايران و 14 اذار، فانت سلمتي سلفا بانه انا رئيس الجمهورية ما بيجي الا كون قريب من ايران او صديق من ايران ومن فريق، ولذلك كان حسمت بهذا الموضوع انه بس ما حسمت الافراج عن هذه الورقه، محسومه انه حليف ايران بدنا نعتبر يعني. أنا بدي أفترض بس انا عم بسالك انه هيدي كمان ما بتكون جزء من هيدا الباكج ديل اللي عم بيترتب بالنقاط لما يقعدوا على المفاوضات، او حتى لبنان ما بيحرص لما نحكي عن سوريا مثلا انتقال السلطه، ما انه جزء من هذه السله؟ بلا اكيد جزء من السله الاكبر من هيك بتصور، يعني انه كل هذه التفاصيل تدخل بالاعتبار مع التسليم جدلا. بس كمان ما هن اخذين تمام منه قليل، يعني اذا انا قلت برئاسه 8 اذار الى صديق للايرانيين، ما انا عم طالب بمحل تاني اللي هو رئاسة الوزراء، وكلنا بنعرف بالبلد وحسب ميثاق البلد وقوانين البلد انه رئيس الوزراء هو السلطة الفعلية في البلد، يعني انا عم بعطيك حصة لكن الحصة الاكبر تظل تحت ايدي او تحت عبائتي اذا لم يكن هناك نوع من التوافق على كل التفاصيل. بس كان في منافسة ما بين المرشحين قبل اعلان دكتور سمير جعجع، مين مين بيعطي اكثر ضمانات لبقاء لبنان ضمن اذا بدك محور العالم فلنقول الحر وغيره؟ اليوم بعد ما من دون ضمانات دكتور سمير جعجع قبل باعطاء هذه الهديه للعماد ميشيل عون، يمكن الغى هذا التنافس وبين انه سليمان فرنجيه
هو اذا بدك الاسهل التعاطي معه، اسهل البقاء لبنانيا بمعنى بالمفاهيم اللبنانيه ومفاهيم الصيغه اللبنانيه. البعض يقول اسلس بالحكم اسلس بما يتعلق بالصيغه والطريقه اللي نحن نتعامل فيها بالامور، يعني انه على صيغه القانون الستين وعلى صيغه توزيع الحصص وكل او عدم عرقله يعني بعض المسائل اللي خلينا ننتقل الى الملف الاكبر اللي بتحب تحكي فيه اليوم. ماذا تعني هذه العوده الايرانيه برايك عمليا بالسياسه؟ ليك بالعنوان الكبير انه اي اتفاق بهذه اللحظه هو افضل من حرب. حتى ما بدي بالك اقول في حرب، على الاقل على الاقل انه كان ممكن يصير من بعدها في سباق تسلح وحتى سباق نووي. فبالتالي هي هيك كانت ستكلف المنطقه الكثير. هلا مين الربحان مباشره بهيك موضوع؟ انا بعتقد الكسبان الاول في هذا الموضوع طبعا ايران لها مكاسب والولايات المتحده لها مكاسب. ايران قدمت تنازلات والولايات المتحده قدمت تنازلات، لكن الربحان الاكبر باعتقادي هو الشعب الايراني، بشرط انه يكون فعلا هذه العوائد اللي ناجيه عن هذا الاتفاق تعود اليه، تعود اليه وان تستثمر في تنميه حقيقيه لمصلحته. هل هذا سيحصل عليه الشعب الايراني؟ خاصه انه عندك 40% تحت خط الفقر في ايران. لحد الان بعد في علامات استفهام كبيره حول هذا الموضوع، انه في قلق من انه اولا في ازمه اقتصاديه كثير كبيره، ومش بس سبب الازمه الاقتصاديه الكبيره فقط الحصار، كمان في سوء اداره في بعض الاوقات هي اللي وصلت لهون، في فساد حكومي في بعض الاحيان وصل لهون، في صرف عن النفوذ الخارجي كبير جدا يعني. اكبر حتى عم بحكي بالداخل. نعم. يعني حتى بالداخل قبل الخارج، يعني حتى هذه الثروه اللي كانت موجوده بحد الادنى لم يحسن استخدامها بشكل يعني بيستفيدوا منه عموم الشعب الايراني. فبالتالي اليوم في رهان كبير انه كيف ممكن ان نستثمر اولا في الاقتصاد الايراني، أن نحسن أوضاعنا الاقتصاد في الداخل، ومن ثم كيف ننظر للعالم. هلا في نظرتين بإيران، في فريق عم يقول إنه أنا وعدت الشعب الإيراني بدي أحسن له ظروفه بمثل الرئيس روحاني المعتدل، في فريق ثاني عم يطمح لأنه أنا إذا خسرت النووي أعوض عن هذا النووي بسلاح باليستي، أعوض عن هذا النووي باستمرار مد النفوذ وباستثمارات بالخارج وبالثورة وبتصدير الثورة بنفوذ وما إيران في المنطقة مقابل الأمريكان. كمان كيف يعني تعاطوا مع الموضوع؟ هل فعلا يريدون إيران قوة مهيمنة وحيدة في هذه المنطقة، أم أن التوازنات ستظل حاكمة وهي المضبوطة؟ طيب كثير منيح، خليني أسألك هذا السؤال، لكن يعني هل إيران تتغير بعد الاتفاق مع القوى الغربية، تتغير تجاه الغرب في حين يبقى بالمنطقة التعاطي نفسه؟ يعني أنا بعطي مطرح ما فيه تقل وزن، بس بالمنطقة مطرح ما عندي نفوذ وعندي، تستمر السياسة نفسها. عادة لكل المجتمعات اللي بيصير فيها صراع بين الايديولوجيا وبين المصالح، دائما المصالح بتربح، دائما البراغماتيه تتفوق على الدوغمائيه. البراغماتيه بالاتحاد السوفيتي السابق غيرته للاتحاد السوفيتي السابق وبطلنا شفناه، اليوم عم نشوف ثلاث نماذج بالعالم كيف تتغير. نشوف النموذج الاول بكوبا، اللي بيروح على كوبا بلشت راسماليه الدوله تاتي. بالفيتنام نفس الشيء، واكثر واكثر بالصين، يعني كل هذا كل حكي عن ديكتاتوريه البروليتاريا وكل حكي عن الاشتراكيه صار اليوم لا شيء امام راسماليه الدوله، بحيث تجد اعضاء في المكتب السياسي مليونيريه وبكرافات حمراء وسياره الاودي واقفه على الباب. فعندما يكون هناك مصالح من هذا النوع واستثمارات وجلب الاستثمارات، رسما عنها اللغه ستتغير في المستقبل. يعني بكره إيران بين وضعها في سوريا وهي عم تحكي مع فرنسا وعم تحكي مع إيطاليا وعم تحكي مع أمريكا، أكيد في شيء بده يتغير بطريقة تعاطيها بالملفات أو بمقاربة هذه الملفات. هلأ ربما يكون في نوع من التنسيق الأمني في محلات معينة مع الأمريكان، وربما يكون في خلافات على مواضيع من بإطار تاني. الاتحاد السوفيتي بالزمانات عمل نوع من الاتفاقات الأمنية مع أمريكا، لكنه بالأشياء الثانية ما كانت تزبط. اليوم أمريكا والإيران سبق وقدموا لهم هدايا كثير، يعني في أن كان هدية كبيرة لهم بالعراق وتعاون قوي معهم بالعراق، وكان لهم هدية كمان لهم كبيرة بأفغانستان، وهيدا اللي عمل لهم من حجم كبير لنفوذهم ولوجودهم. بس ما كان مقصود، ما كان مقصود وقتها انه ينعطى هديه، ثقبت هيك لما ازيلوا اعداء ايران على حدودها. يمكن كان مقصود ويمكن ما كان مقصود، ويمكن كمان كان مقصود تينقال انه لابد من هذا السد
وفي مواجهة المد السني الأصولي أو المتشدد يجب أن يكون هناك نوع من التوازنات. مش هناك عم أقول يمكن يكون مقصود. بس سؤال رأيك، في أوباما شخصيا عنده إعجاب بهذه الحضارة الفارسية وكان بيحبون، لكن هل معنى هالشيء أنه أنا بدي أعمل إيران دولة متفوقة على الدول كلها في المنطقة؟ طب إيران دولة نفطية مهمة اليوم، مع عائداتها، مع 80 مليون بشري، مع سلاح، مع غصب، مع تقدر تكون دولة إقليمية سوبر عظمى وتنافس الدول الكبرى. طب هل لأمريكا مصلحة بأن تتفوق إيران على تركيا، أم تتفوق إيران على إسرائيل، أم تتفوق إيران على السعودية؟ واضح أنه حتى على حد الآن التوازن سيظل قائم مع إيران، ولا أحد بالنسبة لأمريكا ممكن يقرب لإسرائيل. السؤال الكبير كيف سيكون التعاطي مع السعودية؟ هل نرى السعودية تبتعد عن حلفها الطبيعي والدائم مع أمريكا وتذهب إلى أماكن أخرى، أم أنه الأمريكان هم بحاجة دائما للسعودية ولح يخلوها معهم؟ كان في مقال لافت جدا قلته بالنهار كمان لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير بنيويورك تايمز، بفند ماذا تفعل إيران في المنطقة، ويكتب بهذه اللغة اللي بيفهمها الأمريكي كان بمركز القرار أو كان أمريكي عادي عم يقرأ جريدة عريقة. في كأن محاولات يعني سعودية لسني الولايات المتحدة عن الاستمرار في مشروع إطلاق يد طبعاً. إيران، وفي وجهة نظر بتقول لا، ما في إطلاق ليد إيران، على العكس إيران ستصبح أكثر إذا بدك تشبه العالم الذي يلتزم القوانين فلنقل. أو هذا العالم الذي يلتزم القوانين، حتى ولو التزم القوانين بس هي عندها طاقات يعني بجسمها بيحمل قوة، في الحرس الثوري اللي كمان ما بنعرف في قوة، في قوة، في مكتسبات، في قوى مصالح كمان بالداخل، في مصالح الدولة الكبيرة الإيرانية، ويمثلها اليوم وينطق باسمها فقط المرشد الأعلى للجمهورية. ما حدا اللي يفكر بإيران في رأيين نلعب اللعبة. طبعا في اتجاه، في ناس بتحب التغيير، في ناس أكثر محافظين، واضح أنه هذا الشيء موجود بإيران، لكن السياسة سترسم طبعا للمصالح. إذا أنا ليش بدي أتخلى كدولة بكرة بسهولة عن موقعي في العراق؟ أنا ليش بدي أتخلى عن مواقعي الكبيرة اللي وصلت لها في سوريا واللي ممكن تكون امتداد لإلي لأوصل للبحر المتوسط؟ مش بس هيك، هيدا كمان مدخل لإلي على الصراع العربي الإسرائيلي اللي ممكن يفوتني على اللعبة الدولية ويعطيني كارت أحمر بلعبة المفاوضات بكل الأماكن. فمش لح أستغني عن هذه الأدوار بسهولة. بيبقى كيف الأمريكاني سيتعاطى معها، وطبعا كمان بيبقى بأي حجم العنصر العربي إذا كان موجود كيف سيتعاطى معها. هذا بيتطلب شيء آخر، يتطلب السعودية أنه كيف تتعامل مع الموضوع، لكن السعودية وحدها ليست قادرة بمعزل عن الأفريقاء العرب الآخرين. يعني في مصر، بس في مصر سعودية سوريا كان ممكن يعملوا توازن. طبعا اليوم سوريا انكسرت، العراق بحالة صعبة، عندك السعودية، الخليج، مصر، وعندك المغرب العربي، في إذا بدك تنقول شبه إجماع عربي نوعا ما، إلا العواصم اللي مسيطر عليها إيران. بس هذا كله لا يلغي أبدا أنه رح يضلوا النفوذ الإيراني حتى لو كان مهما كانت الضغوط. على فكرة الضغوط الأمريكية ما موجودة بعد العقوبات، اليوم موجودة على مش بس على إيران فيما يتعلق بالباليستي، على أصدقاء إيران في أكثر من مكان، لكن هذا رح تسلم أمريكا بأنه لإيران نفوذ قوي في العراق، تسلم إيران أنه لها شركة في اللعبة على الطاولة السورية. بس ملاحقة البروكسيز تبع إيران مثل حزب الله، ملاحقة أولاد خليني أقول الثورة الإيرانية اللي هن يعتبروا حرس ثوري، يعتبروا هولي اللي بيحاربوا بيقاتلوا، واللي هن خلينا نقول أكثر تابعين لجناح المتشدد في إيران، بتشوف أنه هيدا مساج دعم مثلا للداخل الإيراني اللي يريد الانفتاح والعلاقة الجيدة؟ هذا جهة، وبس كمان رسالة للقيادة الإيرانية بأنه أنا ما فيني بقى، لأن عملت معك اتفاق، ما فيني حاسبك على النووي لأنك أنت التزمت بكل الشروط النووي. أنا أحاربك بطريقة عكسية، أحاربك عبر أصدقائك اللي أنت من خلالهم هن جسرك للوصول إلى هذه المناطق وتوسيع النفوذ. بتقديري السياسة الأمريكية ستحاول قدر الإمكان أن تحافظ على نوع من التوازن، تأخذ من واحد بإيد وبتعطيه بإيد، يعني رح تأخذ من إيران من محل وتعطيها بمحل تاني، عطتها رح تعطيها بالعراق، لكن باليمن بتصور ممكن تتصرف بطريقة تانية لأنه بتعرف كمان شو مخاطر إنه دولة مثل السعودية. على كل حال لين داك هلا أمريكا بطة عرجاء، هو لما كان بفول باور ما فحنا نفكر يعني، أنا برأيي بعد أمريكا آخر سنة متحكم قبل
قبل الانتخابات بتكون عادة إدارة شبه مشلولة والهم كله داخل. وبعدين كمان مهم كتير لأنه بكرة في انتخابات أمريكية وربما الجمهوريين يكونوا والجمهوريين كمان لأنه نقصتهم مع إيران اللي ممكن تبلش أول نهار ممكن يكون في رأي جمهوري على البيت الأبيض. شكرا لك أستاذ أمين أموري، نستفيد منك دائما والحديث ممتع لما يكون هاي بوليتكس. إن شاء الله بنشوفك كمان قريبا بحلقات أكثر وأطول، خاصة الموضوع مهم جدا. شكرا على وجودك معنا. بتوقف مع فاصل مشاهدينا بعدين استقبل له أي غندور، وهو كان صديق شخصي للواء الشهيد وسام الحسن، كان أيضا محامي، كيف يعلق على إخلاء ميشيل سماحة من قبل محكمة التمييز ما بين اللبنانيين. فاصل ونعود.